زعجحت يا امري جنابك دقينا نبح حسك في ويليام ولس بتاع بريف هارت رايح جاي عم تكلم وانت عم تلعب الحنش لا 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 يا كبير ده انا جنابك كنت بعمل فايبريشن عشان الحرب انا مش قلت مليون مرة نقفل موبايلاتنا واحنا بنحارب ها اشرف ها قافل موبايلك ولا لا يا اشرف قافله يا كبير ها مش كيفك كيف جلوس الطين انا لو قعدت اهزك فيك للصبح ما حنحاربش ولا نتيل على حنينة يلا يا رجالة اجهزوا جزوا جاهزين جاهزين يا كبير تاريخي هزمنا فيه المطاريد وضربناهم بقبضة من حديد خلاص فرفشوا ما عدتوا تدفعوا الأتاوة تاني الحمدان ورجالته لأنكم من النهاردة في حمى الكبير 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 الأتاوة دي حتبكوا تدفعوها لي يعني بس بزيادة طفيفة قد كده 50% كيف يا كبير؟ طب ده احنا كنا بندفع 50 جنيه للبطاريد وكلامك معناته ان اللي هندفع 75 جنيه انا ما قصديش يا كبير خلاص مش هتكلم تاني المهم هتروح من ربنا فين؟ عقلك في راسك هتعرف خلاصك هتسمع الكلام هحطك في حباب عيني هتعارض هيكون مصيرك زي الكلب اللي لسه مفرقنا دلوقتي
فزاع امري جنابك. كيف ما أمرت جنابك؟ الغنايم كلها راحت على المخزن، والأسرة بياخدوا الطريحة برا، ما بقيش منهم غير العيلة الصغيرة دي، حنودوها فين يا كبير؟ يا الجاموسة اللي كانت عشر، مش ولدت؟ أيوه يا كبير. حطوا العيلة دي تحت منيها ترضع، يلا ربنا يتولاها. أمر جنابك. إيه النسوين اللي عم تنوح كيف البوم دي؟ يكون ثانوية أمي النهاردة؟ الله يرحمها ويحسن إليها. إنما إحنا فين وثانوية الحجة فين؟ إيه يا ولية؟ أمشي برا! إهدي! فيه! يلا يا بقرة أنت وين؟ عاوز تضربني وياك! الجويستيك! الجويستيك يا هدية! ليه؟ وانا عملت ايه طيب؟ انا مش قلت لك 100 مرة ما تمديش يدك على البلاي ستيشن؟ من ساعة ما قفشتك وانت بتلعبي مصارعة حرة؟ ومالها المصارعة الحرة؟ مالها؟ الرجالة فيها كيف التيران طول بعرض وما سترينش نفسيهم الا باندرات بفتة. طب ما انت بتلعب بيهم! لا! انا بلعب بالانترتيكر، ده راجل محترم وما يقلعش خلقات تواصل. بعدين انت مالك، انت مالك جيمز يا حرمة؟ يا سلام، بأمارة السوبر ماريو؟ مش انا اللي معديه لك الوحش بتاع الليفل اللي فات؟ ابو زعنوفة؟ لا، ابو اربع دراعات. قعد افتت وتنيل على عينك. انا قولي لي صح، ايه هنا سوين اللي عم تنوح كيف البوم ده؟ واه، نسيت اقول لك يا كبير، الدكتور لسه ماشي من عند ابوك دلوق وبيقول ان حالته صعبه قوي وعلق له محلول، وابوك كل اللي على لسانه الكبير فين الكبير فين الكبير فين. وكل ده وساكته يا بقره. بسم الله الرحمن الرحيم. قرف يقرفك، تبكي ليه يا رجل انت؟ الكبير قوي. ماله؟ بيطلع في الروح. تقول لي في وشك ده ملف السعد، غور من وشي. هو عاكد حسبا علي. حسبي الله ونعم الوكيل. ابوي 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 فيه يا ولدي؟ هتموتني بعد الشر عليك يا ابوي. الحقني يا ولدي الحقني، روحي بتنسلت مني. ما تقولش كده، في سر كاتم على صدري كيف الحجر الكبير ولازم ازيحه. زيحه يا ابوي. الحجر ده كبير قوي كيف حجرة الاهرامات. زيحه يا ابوي، انا معاك. مش حتقدر يا ولدي، ده تقيل قوي. خلص يا ابوي وزيحه. ابوي 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 ولدي، خلعتني يا ابوي، كده حموت قبليك. اسمع الحكاية دي زين يا ولدي، وانا شاب قدك كده كنت شقي حبتين وكنت خاربها لدرجة اني كنت بندل مصر كل جمعة عشان اقضي الويك اند هنا.
تدوم أكثر من 9 شهور. أنا بحس وبعمل اختبارات على جميع أنواع الجينات لدرجة إن أنا عندي بيبيز في جميع أنحاء العالم. بس أنا هموت هموت وأجرب الطفل الصعيد الأمريكاني. إحنا ممكن نعمل عملية ميرج. أنا لسه حالك كنت فاتحك في الموضوع ده. أنا هموت وأعمل عملية ميرج وساعتها هنوصل للسوبر بيبي اللي ما حصلش قبل كده. بس بقول لك إيه، أنا هاخد البيبي ده معايا وأنا مسافرة. ديل؟ ديل يا بيبي. هلا بالحق، وأنت اسمك إيه؟ سامانتا. سامانتا فوكس. وأنا الكبير. الكبير قوي. وكنت أنا النتيجة يا أبوي. يا ولدي سيبنا كمل يا ولدي، هموت منيك. كمل يا أبوي. الحقيقة يا ولدي إن الولية الأمريكانية دي تبقى أمك صح، وأمك دي خلفت من طوب الأرض وما كانش ناقصها للواد الأمريكاني الصعيدي ده. وأنا وبلا فخر اللي عملتك ده. ارتحت يا أبوي، شلت الحجر من على صدرك وحطيت على صدري أنا. أنا أمي خلفت من طوب الأرض، وأنا اللي كنت فاكر إن الطاهرة دي محدش شافها ولا حتى أنا. يطلع العالم كله شافها. يا ولدي دي مش أمك، دي مخدة وأنا ملبسها أسود. أمك الحقيقية أهي. بوه يا وقع مربربة. اسمعني عاد يا ولدي، الحكاية لساتها ما خلصتش. الحجر، الحجر حيموتني يا ولدي. محروق الحجر. بعدين يا بيبي انا عارف انك مستعجل وعايزه تعودي بلدكم بسرعه. وجيت انا للدنيا ويا ريتني ما جيت. لا ما جيتش لحالك. كيف جيتوا اتنين في بطن واحده؟ يعني ايه اتنين؟ يعني التوينز يا ولدي. Twins in 2 days. لا يا عمدة، احنا ما اتفقناش على كده. I need only one baby. خلاص خد انت الواد الاصفر ده وانا اخد الواد العكر ده، يمشي معايا في البلد. ياخد ياخد على وش نباته. بس كيف التاتش يا بيبي؟ شفت اخترتك كيف يا ولدي وسبت اخوك لما تاخده وتسافر. محروق اخوي على امه الامريكانيه على كل الكليله. ما كانش لازم تحكي لي الحكايه دي. واصل يا ابوي. كان لازم احكي لك عشان اكمل واقول لك على اخر حاجه. انا خلاص يا ولدي بموت، وعشان ارضي ضميري قدام ربنا شديت لاخوك في امريكا SMS وبعت له رساله على الفيسبوك عشان ياجي وياخذ نصيبه بشرع الله وحقه في كل شيء. حقه؟ الواد ده ملهوش حق هنا، ولو عدت بالمزاريط حقتله. حسبي الله ونعم الوكيل. يا مرن يا مرن اهرب الدويمات اهرب الدويمات. يا أيتها النفس المطمئنة إلى ربك راضية.
الله العظيم. Every single day, every time I pray, I'll be missing.